بعيدها الهلالة كل الطرب يحلالة بعيدها الهلالة والله كل الطرب يحلالة يا ربنا زيد النعم يا ربنا زيد النعم حسن جميع الحالة حسن جميع الحالة صبحكم الله بالخير ويا هلا ويا مرحبا فيكم مشاهدينا الاعزاء في حلقه جديده من حلقات برنامجنا وبرابع ايام عيد الفطر السعيد نلتقيكم عبر برنامج صباح العيد. صبحكم الله بالخير مشاهدينا الكرام مشاهدين برنامج صباح العيد ومع اخر حلقات برنامجنا ومثل ما عودناكم بمواضيع مميزه بانتظارنا اليوم. أعدوها لكم فريق البرنامج فاصل ونواصل معاكم إن شاء الله هذا البرنامج وراح يكون هناك تقارير مميزة ولقاءات مميزة إن شاء الله في برنامج صباح العيد. على مر التاريخ تشهد المجتمعات تطورات متلاحقة في مجالات مختلفة ومنها العمل الخيري. راح نتعرف أكثر على دور بيت الزكاة خصوصا في شهر رمضان وأيضا بالعيد مع ضيفنا حمد المري مراقب الإعلام الناطق الرسمي لبيت الزكاة في صباح العيد. يا ربنا زيد النعم العيد هالهلالة جانا 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 العيد جانا جانا جانا. طبعا أولى لقاءاتنا راح يكون إن شاء الله معنا في برنامج صباح العيد. يسعدنا اليوم نرحب بالأستاذ حمد المري مراقب الإعلام والناطق الرسمي لبيت الزكاة والحديث عن أنشطة وأهداف بيت الزكاة في عيد الفطر السعيد. كل عام وانت بخير أستاذ حمد، تقبل الله طاعتكم صيامكم وقيامكم. في البداية أودنا نتكلم عن نشأة بيت الزكاة وتطوره خلال 40 سنة. حياكم الله وأسعد الله صباحكم وكل عام بخير. بيت الزكاة نشأ من خلال الشعب الكويتي، فيها كانت فكرة يعني نابعة من الشعب الكويتي عندما قام شاري العنجري عضو مجلس الأمة السابق الله يحفظه بتقديم مقترح أو فكرة بقانون لإنشاء مؤسسة تقوم على جمع الزكاة والصدقات وصرفها في مصارف الشرعية، وكذلك في نفس الوقت تقدم بنفس الفكرة المرحوم بإذن الله تعالى جاسم الخرافي وكان عضو مجلس الأمة في ذاك الوقت في تقديم بنفس الفكرة. دمجت هاتين الفكرتين وتم إصدار قانون رقم 5 ل16 يناير 1982 لإنشاء بيت الزكاة
كهيئة حكومية مستقلة تقوم بجمع الزكاة والصدقات وعمل المشاريع الخيرية وصرفها داخل الكويت وكذلك خارج الكويت. الآن لنا تقريبا 40 سنة من أنشأ بيت الزكاة، وكان نشأته يعني على عدد الأصابع اليد الموظفين اللي فيه تقريبا، وكان يعتبر كان شقة صغيرة تتكون من 3 غرف تقريبا. الآن أصبح مؤسسة كاملة لها لوائحها ولها إداراتها، بالعكس يعني أصبحت يشار إليها بالبنان في جميع دول العالم الإسلامي، وأصبحت يعني نبراس لكثير من الدول اللي يأتون إلى بيت الزكاة يطلبون نقل تجربة بيت الزكاة لهم لإنشاء مؤسسات وبيوت زكاة في دولهم. وفعل بالفعل تم إنشاء عدد من مؤسسات الزكاة من ضمنها بيت الزكاة في مصر وكذلك في موريتانيا وفي الجزائر وفي عدد من دول العالم. تم أخذ واستنباط فكرة بيت الزكاة وإنشاء مؤسسات زكاة في هذه الدول. لكم دور كبير ما شاء الله، يعني طوال 40 سنة لكم دور كبير كبيت الزكاة في تقديم المساعدات سواء بالكويت ولا خارج الكويت. نقول بارك الله فيكم. ما هي الفئات المجتمعية التي تقدمون لها الخدمات في بيت الزكاة؟ احنا يعني عديد من الفئات نقدم لهم، يعني اي فئه تحتاج الى المساعده تتقدم لبيت الزكاه. هذه الفئات يعني مثل الارامل، المطلقات، كبار السن، العجزه، الايتام، ممن يتعرضون لنكبات ماليه، المديونين هم الغارمين الذين عليهم اصدار يعني حكم بالسجن او تسديد الديون. هذه الفئات التي يعني تحتاج الى المساعده وترى بانها فعلا محتاجه الى المساعده تتقدم لبيت الزكاه بطلب المساعده. بيت الزكاه يدرس حالتها، اذا وجد فعلا انها تحتاج المساعده يقوم بمساعدتها، سواء هذه المساعدات شهريه او كل 3 اشهر او كل 4 اشهر على حسب حاله الاسره. هناك اسر ليس لديها اي دخل مالي مثلا، ومثل كبار السن والعجزه والايتام اللي ليس لهم اي دخل مالي ولا لهم معيل يعيلهم، بيت الزكاة يقوم بمساعدتهم بصفة شهرية. هناك من يتعرضون لنكبات مالية يعني أو أنهم عندهم دخل مالي ولكن ضعيف وديونهم يعني أعلى من دخلهم المالي، فبيت الزكاة يقدموا مساعدة ولكن بصفة دورية كل 3 أشهر أو 4 أشهر على حسب حالة الأسرة. في مشرفين من قبلكم يروحون ويشوفون الحالة لهذه الأسرة ويشوفون يعني الإمكانيات والحالة المادية لهم ويقدم لهم المساعدات بصفة دورية يعني يروحون. نعم يعني الباحث الاجتماعي إذا كانت الحالة تحتاج إلى مساعدة شهرية يقوم بزيارتها والتأكد من حالتها فعلا. إذا كانت الحالة لا تستلم كل 3 أشهر 4 أشهر نكتفي بالأوراق الرسمية التي نطلبها عليه التي تثبت حالته، مثل كشف الحساب من البنك، تقرير الراتب، بطاقات المدنية له والأفراد أسرته، عقد الزواج، عقد الإيجار. وإذا كان لا سمح الله صدر عليه حق أو حكم بالسجن لا سمح الله وتزيد الدين يعطينا نسخة من الحكم ونقوم بمساعدته. إذا كان الحكم المبلغ بسيط بيت الزكاة يسدده بالكامل، إذا كان مبلغ كبير بيت الزكاة يدفع جزء للشركة التي تطالبه، يقوم بتنسيب تسليم هذا الشيك إلى إدارة التنفيذ ومن ثم إعادة جدولة الدين مرة أخرى حتى لا يتعرض للسجن وتشريد العائلة. طبعا أكيد هذا الجهد الكبير هناك أكيد في تعاون مع أطراف أخرى وجهات موجودة بدولة الكويت، فما هي الأبرز الجهات اللي أنتم تتعاملون معها؟ إحنا لله الحمد عندنا تعاون مع غالبية الجهات الحكومية والأهلية داخل الكويت، ولكن عندنا صناديق مشتركة مع جامعة الكويت، مع المعهد التطبيقي، مع وزارة التربية، مع وزارة الشؤون وصندوق إعانة المرضى. هذه الصناديق المشتركة هي لمساعدة الفئات التي تتبع لهذه الجهات، مثل وزارة التربية نقوم بمساعدة أسر أولياء الطلبة من أول ابتدائي إلى الثانوية العامة، هم الأسر اللي أبنائهم أو محتاجين المساعدة المالية، فبيت الزكاة يقوم بمساعدتهم. صندوق جامعة الكويت والتطبيقي يقوم بمساعدة الطلبة الذين لا يعني يدرسون في هذه الجهات ولا يستحقون المكافأة الطلابية، يعني لا تنطبق عليهم شروط المكافأة الطلابية، وهذا أغلبيتهم يكونون يا إما فئة البدون أو في المقيمين داخل الكويت، لأن الشباب الكويتي ولله الحمد الحكومة متكفلة فيهم يعني تمشي لهم مكافأة طلابية. هناك فئة من البدون أو من المقيمين داخل الكويت اللي أسرهم ضعيفة ماديا يدرسون في جامعة الكويت والتطبيقي يتقدمون إلى الباحث الاجتماعي في هذه الجهة، هناك صندوق مشترك بينه وبين هذه الجهات يقوم بمساعدتهم ودفع مبلغ مالي يعني لهم حتى يستكملوا دراستهم ويحصلوا على الشهادة. أما وزارة الشؤون فهناك تعاون معهم يعني دعم بعض مشاريع وزارة الشؤون مثل الأم الحاضنة والأيتام وغيرهم.
وصندوق رعاية المرضى لدعم ومساعدة المرضى الذين يتقدمون لصندوق رعاية المرضى سواء بشراء الأدوية أو بإجراء العمليات أو بالمساعدة المالية إذا كان ضعيف ماليا ومرضه يعني خلاه عاجز عن أداء عمله، بيت الزكاة يقوم بمساعدته. نعم. دون أنه يكون يسدد ديونه ولا الأمور، أو أنه لا يستطيع العمل وعنده أسرة وهو مريض، فبيت الزكاة يقوم من خلال صندوق المشترك مع صندوق رعاية المرضى بمساعدته ماليا. ممتاز. خلنا ناخذ جانب آخر أستاذ حمد بخصوص يعني المشاريع اللي تقدمونها أنتم كبيت الزكاة، سواء المشاريع الخيرية سواء داخل الكويت ولا خارج الكويت، خلينا نتكلم عن هذا ونلقي الضوء شوية عليه. نعم. داخل الكويت أكبر مشروع عندنا هو مشروع المساعدات الاجتماعية المالية، حاليا مسجل في بيت الزكاة ما يقارب 40,000 أسرة من جميع فئات المجتمع داخل الكويت من مواطنين أو مقيمين، وكذلك مشروع التبرعات العينية أو المساعدات العينية عندنا ما يقارب 6,000 أسرة، منهم 2,500 أسرة تستلم التبرعات العينية أو المساعدات العينية من خلال بعض الجمعيات التعاونية التي قام بالتعاون مع بيت الزكاة داخل الكويت. داخل الكويت. نعم. و 3,500 أسرة تستلم من مخزن بيت الزكاة في السالمية. كذلك عندنا مشاريع موسمية مثل ولائم الإفطار، وهذا المشروع توقف من بداية كورونا حتى هذا العام واستبدل بمشروع السلة الرمضانية. احنا كنا في السابق قبل كورونا كنا نقوم بتنفيذ مشروع الأمطار ما يقارب إلى في 100 نقطة داخل الكويت، أو من ضمنها مساجد وتجمع العمالة وبعض المجمعات التجارية. والآن بعد كورونا إلى هذا العام استبدل بالسلة الرمضانية، وهي سلة غذائية تسلم إلى الأسر المسجل لدى بيت الزكاة، تحتوي على ما يقارب 16 صنف من المواد الغذائية الأساسية. يكفيهم طوال شهر رمضان. يكفيهم طوال رمضان. يعني الأسرة التي تكون من 4 أفراد وتحت يستلمون سلة واحدة، اللي تتعدى 4 أفراد يستلمون سلتين. كذلك بيت الزكاة عنده مشروع الأضاحي في كل عام، يعني يقوم يعني ذبح الأضاحي وتوزيعها داخل الأسر على الأسر المحتاجة داخل الكويت، وكذلك مشاريع خليهم يرمضون ويانا. هذا المشروع كان ينفذ لما كورونا في عام 2020. هذا المشروع كان يطرح بيت الزكاة قبل رمضان لجمع التبرعات لإطلاق سراح المسجونين أو الذي عليهم أمر القبض بسبب الديون. فالمبلغ اللي يأتينا مثلا إذا وصل مثلا مليون مليونين، نقوم بأول شيء بالشريحة الأدنى اللي عليها مثلا 1,000 دينار، كم عددهم؟ والله 50 شخص، أطلقوا صراحة المبلغ يكفي. نعم. نطلع للشريحة الأعلى 1,500 لحتى نوصل إلى آخر شريحة نستطيع استخراجهم بالمبلغ الموجود لدي بيت الزكاة. هذا المشروع توقف بسبب كورونا، وبإذن الله تعالى سوف يرجع مرة ثانية. هذا المشروع بالتعاون مع وزارة العدل ووزارة الداخلية، وهو مشروع يتبرع به أهل الخير داخل الكويت. خارج الكويت عندنا مشاريع عدة، هذه المشاريع تنفذ بناء على رغبة المتبرع. يعني بيت الزكاة 80% تقريبا شغلة داخل الكويت، الزكاة تصرف داخل الكويت 100%. ممتاز. المشاريع الخارجية هي لرغبة الشخص. نعم. المتبرع، يعني يأتيك متبرع يقول لك أبي أبني مشروع الفلان، آبار، مساجد، كل المشاريع الخيرية، مراكز صحية، إغاثة، مشاريع كثيرة أنتم تقومون فيها خارج على حسب رغبة المتبرع. متبرع. إيه، نقوم بتنفيذها خارج الكويت. ممتاز. تحت إشراف بيت الزكاة وتحت إشراف سفارات دولة الكويت في هذه الدول. بارك الله فيكم. فناس يقولون ليه بيت الزكاة شغله؟ لا، احنا 80% داخل الكويت، واحنا اساسا انشئ داخل الكويت. هذه اللي خارج الكويت بناء على رغبة المتبرع. ممتاز. شكرا لك ضيفنا الأستاذ حمد سالم المري، مراقب الإعلام والناطق الرسمي لبيت الزكاة، وجزاكم الله ألف خير على كل الجهود اللي تبذلونها. فاصل ومن عقبه نواصل. ما أحلى يوم العيد فيه الهنا وأفراح، يا ما أحلى يوم العيد
حبة جديد تتقال في الأرواح تتقال في الأرواح تتقال في الأرواح. يا ربي يا علام يا ذا الكرم والجود يا ربي يا علام يا ذا الكرم والجود عيده على الإسلام وبكل عام يعود وترفرف الأعلام وترفرف الأعلام وترفرف الأعلام في كل مساء وصباح في كل مساء وصباح العيد هالهلالة جانا العيد جانا جانا جانا. مثل ما قلنا لكم مشاهدينا هناك طبعا العديد من التقارير عندنا في برنامج صباح العيد ونبتدي مع هذا التقرير اللي راح يتكلم عن ملابس العيد واللي هي تعتبر من أهم الأشياء اللي يتم الاستعداد لها قبل العيد سواء للكبار أو الصغار ويبدأ الكل يحاول يتميز عن الثاني بالملابس ويحاول يجهز أجمل وأحدث وأحلى الملابس اللي يتم بيعها بالسوق. احنا بناخذكم إلى جانب آخر وهو البشت كان ولا زال محتل صدارة في الزي الشعبي في يوم العيد ويعتبره البعض شيء أساسي في لبس العيد. تقريرنا القادم راح نتعرف من خلاله عن كل ما يخص البشت وتفاصيل لبس البشوت خلال المناسبات. خلوكم طبعا مع هذا التقرير وراح إن شاء الله نشاهد يعني تقرير جميل عن البشوت خلوكم معنا. طبعا العيد يعني دائما يعني اهل الكويت يستعدوا له قبلها بفتره يعني تدري العيد يعني حق الكبار والصغار يعني دائما اول مثل ما اول يلبسون ثياب العيد والثياب الجديده والالعاب والتسوق قبل العيد والحلويات يعني لا طابع خاص العيد خصوصا الايام الاخيره من رمضان يعني يصير له طابع خاص السوق والناس وهذا والحمد لله يعني مستمر من اوله للحين يعني والله هو اللي يبقى يمكن يعني هو دائما صلاه العيد يبي له البشت الابيض البشت الفاتح كلش يعني الابيض البدري هو اللي يكون البشوت اللي تكون مميزه حق العيد يعني وباقي اليوم الالوان المعتاده يعني بالسابق كان الكل يلبس بشوت ما حد يطلع من بيته بدون بشت إلا يعني هالكلام هذا بالخمسينات والستينات وبداية يعني السبعينات بس من يعني السنين الأخيرة صارت بس حق المناسبات وحق زواجات وحق الاستقبالات بس هو يعني كان زمان كان البشت رسمي كل وقت وهو البشت له طابعه الخاص في كل مناسبات إذا كان استقبال أو زواج أو عيد أو صلاة مسجد يعني البشت راح يعني لا طابعه وطبعا بالعيد هذا طبعا يعني تشوفه اكثر واوضح يعني يعني تشوف تحس ان فعلا الناس معيده الناس رايحه تستقبل بشوتها وشا يعني هذا شيء يطمن الامور بخير للحين يعني والشعب الخليجي للحين متمسك بالبشت. We'll be right back.
وفرحة الصغير قبل الكبير ومشاركة الآباء لأبنائهم الفرحة في العيد. راح نتكلم أكثر في هذا الموضوع مع ضيفتنا اليوم عزيزة الحداد، مستشار تربوي وتعديل سلوك في صباح العيد. يا ربنا زيد النعم، حسن جميع الحال. العيد هالهلالة، جانا العيد، جانا 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 العيد. ما زلنا متواصلين معاكم مشاهدينا في برنامج صباح العيد، ووصلنا معاكم إلى لقاء يهم الكثير منكم، وهو تعديل السلوك بعد صيام شهر رمضان المبارك. موضوع مهم ومميز راح نتعرف من خلاله على أنسب الطرق والأساليب اللي راح تفيدنا خلال فترة ما بعد رمضان. وطبعا يسعدنا اليوم نلتقي بالأستاذة عزيزة الحداد، مستشار تربوي وتعديل سلوك، وراح يكون الحديث معها عن كيفية تعديل السلوك بعد صيام شهر رمضان المبارك. طبعا بالبداية أقول كل عام أنت بألف خير وحياك الله معنا في برنامج صباح العيد. وانت بخير، كل عام وانت بخير، وعساكم من أمواده أنتم والمشاهدين وجميع الأمة العربية. الله يطول بعمرك. كل عام وانت بخير أستاذة عزيزة. في البداية أكيد يمكن أكثر شيء صار يأثر في نمط حياتنا اليومي هو السوشيال ميديا. نعم. فشلون تأثيرها على احتفالنا بالعيد، على تغيير أنماطنا السلوكية برمضان وعقب رمضان؟ نعم. الحين الشكوى الأساسية دائما هي الميديا وما تقدمه الميديا. الحين موضوع أن تعال نسحب التليفونات وخنغير وخذ هذا، المفروض الحين عدينا هالمرحلة ومستحيل إحنا نرجع مرة ثانية لها، ولا نقدر نقنن الموضوع أكثر من اللازم. بس المفروض يكون عندنا وعي، إحنا دخلنا بالعالم هذا هي ثورة أصبحت، فدخلنا فيها حتى عيالنا من عمر سنة بيد الآيباد. صح. والمفروض أن من سنة لست سنين ما يكون بيد الآيباد، عشان يربى بطريقة صحيحة، أن المخ يبدي يتعرف. إحنا شلون نتعلم كإنسان؟ عن طريق التجارب والملاحظة. كل شيء نجرب فيه، مشينا وطحنا لين تعلمنا المشي، تأتلنا وتلخبطنا بالكلام لين تعلمنا الكلام. لكن لما أنا بتعلم هالشيء عن بعد، وهذا الخطأ الدارج إن أنا أقنن، صار الحين مستحيل. صح. لكن أقدر يكون عندي وعي. أغلب الأسر حاليا عندهم وعي، يكونون أعمارهم صغيرة. قبل كانت الأسرة صارمة وجدا صلبة مع الطفل، دائما قلتهم ربي وطلع ريال وسوها مرأة وهالحكي الدارج اللي موجود. صح. الحين الأسرة مختلفة، الأسرة الحين جدا متساهلة، وهذا الخطأ الثاني، يعني من الصرامة يعني حق التساهل، والاثنين في التربية جدا سيئين. المفروض أكون متوازن، يكون عندي وعي كولية أمر، كأم، كأب، إن يكون عندي وعي طريقة تعاملي مع الطفل. الحين سيكولوجية الصيام نفسه، ليش إحنا نصوم؟ العادة لما يجي الولد، الحين إحنا قبل إحنا جيلنا جيل الخضوع، يعني شنو يقولون؟ أمي صح، لو الشمس تقول عنها قمر أمي صح، أمي قالت صح. الحين الطفل يناقش، فلما هي أقول له صوم علشان تحس بالفقير، فيقول خلاص حسيت فيه أمس، ليش أحس فيه اليوم؟ ليش كل يوم أحس فيه؟ مفروض يفهم أن الصيام معناته أن هي ضبط النفس، شلون أنا جدامي أكل ما راح أكله وهو لي، وأنا مفروض يكون جدامي وأقدر أكله، لكن أنا ضبط نفسي لوقت معين عشان أكله. هذا جزء من فلسفة الصيام. جزء من فلسفة الصيام مو بس أصوم علشان أمسك عن الطعام، هذا أمساك، لكن الشهر كامل ما له شغل بس بالإمساك. صحيح. يعني أمسك نفسي عن طريق طبعا الناس عندهم الميديا قدمت، وبعض المسلسلات وبعض الأفلام شنو قدمت لنا، أن صايم لازم معصب، صايم لازم تعبان. إيه صح. مع العلم أن أنت كل ما قل أكلك زادت طاقتك. صح. أنت لما تأكل زيادة أنت راح تضعف، أنت راح تثقل، أنت خاص بتنام، راح تكون تنشن، راح تكون عصبي، يعني راح تكون عصبي الغالبية يعني. صح. نعم. بالنهاية الميديا قدمت لنا مثل ما قدمت لنا صور وايد، خاصة خلي الحين الأفلام والمسلسلات، عندك الصور الدارجة الحين، النكات المبطنة، إن يحطون تكرمون صورة شاذي ويعلقون إن الريال قاعد يقول كذي، أو الأم حطت ولدها ويحطون ويعلقون. احنا نضحك عليها، لكن هذه لها تأثير قوي على الشخص نفسه،
بالنهاية إحنا الصورة لما تتكرر قدامي أكثر من مرة أنا راح أتأثر فيها. صحيح. شئت أم أبيت. لا تقول أنا قوي وأنا بطل. تنطبع بالعقل اللاواعي. إيه وتكون نمط معين بذهنك وفكرة معينة تكون نعم. ثابتة للأسف. خصوصا لما أنا كأم صورت ولدي وبعدين أشوف كذي بالميديا يعني خي يكون عندنا وعي شوي مو كل شيء نتقبله خلاص. مسألة الوعي الحين هي المفروض إحنا ندور قدوات بالميديا. احنا نفتقد الى القدوات. ممتاز. القدوات اللي عندنا قليله. استاذه حسيسه احنا كنا الحين في عيد الفطر السعيد ويمكن احنا قاعدين نشوف ان اغلب خلينا نقول الكل قاعدين يعني يحرصون على ان يقتنون احلى الملابس واحلى الاكسسوارات والكماليات على اساس انه والله يروحون يزورون اهلهم. نعم. يروحون هذه زيارات يروحون يشوفون والله أهلهم أقربائهم وأصدقائهم وخاصة فترة العيد. نعم. شلون إحنا ننمي هذا التواصل لأبنائنا لأسرنا على أساس أنه والله إحنا نتواصل معهم خاصة فترة عيد الفطر. نعم. يعني إحنا قاعدين نشوف أنه ما شاء الله التزاور يعني قاعد يزداد خاصة نعم. في هذه الأيام. طلعوا حرة كورونا في أي الموضوع هذا. أي أكيد. هو بعد شيء سنتين يعني والله خلينا نقول يعني حتى يمكن فترة وايد يعني تقريبا. كان إيه كان في فترة تزاور قليلة ولكن الحين ما شاء الله الحمد لله الله يزول لله. إن شاء الله عنا هذا الوباء. يعني أنا دائما أقول شكرا لكورونا وهي تغيرت فينا أشياء يعني ما نطالع الجانب السلبي اللي فيها فيها جانب إيجابي كبير يعني صح. بالنهاية الله سبحانه وتعالى ما يحدث حدث إلا في خير حق الإنسان طبعاً. لكن إحنا دائما عيوننا طالع على السلبي ما طالع الإيجابيات الكثيرة لأن عطاء مستمر. بالنسبة حق هذا هم بعد الرد حق الأسرة. الأسرة أساس المجتمع. لو ما الأسرة هي الإنسان يبدي كل فرد عندنا يبي عيال شنو يبي المشكلة اللي نطيح فيها إن أبي يكون امتداد لي وهو مو امتداد لي وهو فرد مستقل في ذاته. نعم. عندنا مشكلة وأبي أوصلها في برنامجكم في فترة المراهقة طبيعي الولد والبنت ينسحبون من أجواء العائلة يكون انطوائي أكثر يكون بروحه فعل المرحلة هذه مرحلة المراهقة يكون النمو سريع ملامحهم تختلف أصواتهم تختلف أفكارهم تختلف صحيح. طريقة تعاملهم إحنا عندنا الغشمرة البايخة لما يدش طويهك شكلك هذا الكلام وايد يأثر فيهم فينسحبون. دور الأسرة إن أنا لما يوصل نهايات المراهقة هي تبدي في دراسات تقول من 11 من 12 في ناس من 9 سنين صح ليه 21 سنة مفروض هني دور الأهل إن أنا أرده لا نعتقد بعدنا عن أهالينا هي اسمها روابط أسرية مو فقط رابط الدم في رابط اقتصادي هم ربوني وصرفوا علي في رابط أخلاقي تعلمت العادات والمبادئ والبوسل منهم والقيم من الأسرة تعلمت الكلام في رابط نفسي في رابط روحاني تعلمت الصيام والأجواء الرمضانية من الأسرة فبالنهاية إحنا لما نبدي العطاء المستمر عند أغلب أولياء الأمور أول كنا نفرح بالنفنوف نفرح بالشيء الجديد أصلا ما ننام ننطر يصير الصبح صح. عشان نلبس نفنوفنا الحين كل يوم عندها نفنوف صح. أنا ما أقول قصروا أنا أقول قننوا لا يصير العطاء مستمر نوصل لأكثر البيوت عيالنا شي يقولون ملل ملل ملينا ماكو شيء لأن ما في شيء هو يبحث عنه ترى إذا راح الشغف انطفى وايد أشياء تنطفي بالإنسان إذا ما عندي شيء أقوم الصبح علشانه أنا توا سمعتكم توا بالكواليس قلتوا أول يوم يعني من الساعة 7 كثر ما فرحانين إن في حدث جديد في شغف في شيء تبي تلتقون بجمهوركم جايين فرحانين في اليوم لدرجة إن يعني جايين قبل الوقت بمدة ليش لأن في شغف في شيء أنتوا حابينه هذا البرنامج مو متكرر كل يوم إيه بالمناسبات نفس الشيء مع عيالنا لما إحنا الحين طبعا الأم تتعب على اللبس وتتعب على شيء تفكر في هذا في شيء بعيدين إحنا عنه مثل الزواج يفكرون بالصالة ونفنوف العرس وكذي ما يفكرون هل هم قابلين بعض هل في قبول هل إحنا متفقين هل إحنا طلعنا عيوبنا حق بعض ما في إنسان كامل صح. صحيح ما في في خطة مسبقة لما أنا أحط لي خطة مسبقة يعني أنا بأخذ الشخص هذا وأفكر إني أغيره هذا لا مشروع فاشل جدا انك جداً. تغير انسان مشروع فاشل تماما انت يلا تقدر حدودك تغير نفسك صحيح اقدر اثر الحين ببرامجكم تؤثر على الجمهور لكن ما تقدر تغيره لكن نقدر ناثر يمكن احنا نقول كلمه اللبسه الحين نقول اي والله يعني
بيوتنا راح تمشي من الهدوم اللي فيها، فما له طعم نفنوف العيد ولا له طعم لما يحطون تعليقات احنا اليوم بنشوف نفس اهلنا اللي كل يوم بتشوفهم بس احنا كاشخين. شفت هذا الكلام يطفي وايد من الشغف داخل الانسان، وهذا الكلام اللي قاعد يتكرر ياثر علينا وياثر على عيالنا وياثر علينا احنا ككبار. فدوري كانسان واعي ان انا ادخل روح حلوه في العيد، يعني نغير النمط شوي. صحيح. نغير الاجواء. استاذ عزيز، يمكن حتى يعني احنا قاعدين نشوف ان مثل ما تفضلتي ان التكنولوجيا عندنا زادت وتطورت، وهذا شيء زين ان احنا نستخدم التكنولوجيا لمصلحتنا. نعم. ولكن احنا قاعدين نشوف ان للاسف البعض قاعد يستخدمها انه يرسل رسائل المعايدات لكبار السن، انه والله يتواصلون مع اهلهم عن طريق وسائل التواصل هذه ويخلونها زيارات رسمية وإن يتواصلون بشكل مباشر معهم. بايك أنت شنو هذا الموضوع؟ هذا اللي إحنا قاعد نقوله. دخل قال يعني نمط جديد. أنا لما طرش ترى إحنا حتى وإحنا تحولنا آليين، حتى لما تقولي نكتة طرش لك الفيس اللي يضحك، ترى يمكن ما ضحكت أنا. صح. إحنا قاعد نتحول آليين، يعني حتى لما ندق على وزارة معينة ولا شيء، ادخل لغرم فلاني، ادخل ما أدري شنو، كله يحاكيك آلي. لين توصل للإنسان الحقيقي يمكن نسيت سالفتك ليش أنت داري. ليش؟ لأن بالنهاية إحنا قاعد نتحول آليين. حتى المعايدة حلو لما أنا أدق وكل أروح بنفسي، يعني منو قال إن أنا لازم مثل سالفة جمعة مباركة؟ يعني منو دخل هذا الشيء بالله؟ جمعة مباركة هي مباركة بوجودكم، روحوا وقعدوا وجابلوا بعض، شوفوا بعض. اللي بوصل الرسالة اللي كنت بتوا ما كملتها، خل نعلم عيالنا إن الأسرة لها الأساس، لا تبتعد وايد عن الأسرة. مردك لو مهما يصير ترى أقرب ناس لك أسرتك. طبعاً. صح. لا الحد يقول لك إزعاج، ولو هي طبعاً بعض الربع شو وديك إزعاج، سلم وطلع ولا تقعد. لا أقعد. لا بالعكس. وسولف. أهم الأساس بعدين. ولازم أحط قوانين. لما أكون أنا بالزوارة ما في شيء سلبي. وهذا ترى يعني في بيوت وايد ناس قاموا يسوون هالشيء، لا تفتحي لي سالفة سلبية، نتكلم بشيء إيجابي. صح. نضحك إحنا ملتقين، خلي المشاكل. كل البيوت فيها مشاكل، حد يقول أنا بس عندي مشاكل، ماكو بيت ما فيه مشاكل. أصلاً لو تقعدون شوفوا الأفلام لما تقدم يمكن تقدم نفس المشكلة بس تجيبها بإطار مني وبتجيبها من زاوية هني لأنها نفس المشاكل. صحيح. وأغلب المسلسلات اللي توصل للقلب، ليش توصل للقلب؟ لأن نقول صار في بيتنا نفس الأحداث، هي نفس الأحداث. لأن إحنا لما الميديا تقدم إن في إنسان عايش حياة بيرفكت 100%، هذا جداً خاطر. لما يجي واحد مراهق ويشوف ان انت عايشه او شخص عايش حياته 100%، ماكو احس عايش 100%. كلنا في حياتنا في سلبيات، فبالنهايه دوري انا اعزز جانب العيد. يعني هو عندنا عيدين، وهالعيدين لا نركز بس على اللبس، خل نركز على القعده، على اللمه، على السالفه الحلوه، على السوالف، على التجمع. خل لما انا بدل ما اطرش حق اخوي اقول لك كل عام انت بخير بمعايده، وحط صورتي كذي كاشخ صورة واحدة هي ترسل حق الكل صارت. لا وبعدين عادي حاطين صورة بسالم ومسالم اللي مطرشته، بتقول كل عام بخير، دليل حتى ما نقرأ البوست نفسه. صحيح. فبالنهاية وجودنا مع بعض، ترابطنا، تلاحمنا لازم. ولي الأمر الأم والأب كلكم راعي، هم يغرسون في عيالهم هالشيء إن هذا الموضوع مهم. وإذا الأم والأب هم متعلقين بأهاليهم ثقوا تماما إن هذا اللي قاعد تزرع لك مو لغيرك، بالنهاية عيالك هم يتعلقون فيك. احنا العرب بشكل عام متطورين في العلاقات الاجتماعية أكثر من العالم كله. صحيح. ترى ننحسد على هالموضوع، للحين العود له كلمة، للحين مترابطين، للحين عيال خالة وعيال عم والأسر الممتدة تلتقي، فخلنا نحافظ على هالشيء هذا اللي موجود، نتباهى فيه بين العالم. نعم. أستاذ عزيز الحداد، مستشار تربوي وتعديل سلوك، شكرا جزيلا حبيبتي على حضورك هذا اليوم. أيوة بالعيد على الكلام الطيب والمؤثر، واللي نتمنى احنا كلنا احنا والمتابعين نحاول ان نعدل من سلوكياتنا ونعدل من تعاملنا مع وسائل التواصل الاجتماعي. نعم. شكرا. نعم. شكرا لكم. شكرا. كل عام وانتم بخير. ما زلنا احنا طبعا متواصلين معاكم مشاهدينا ومشاهدين برنامج صباح العيد. خلونا ناخذ هذا الفاصل الصغير ونعود ان شاء الله نستكمل باقي فقرات البرنامج.
جانا 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 العيد. جانا 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 العيد جانا 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 العيد وشافوا بلالة شافوا بلالة يلا نعيد ويا جماله ويا جماله احبابنا يا صغار نعيد اول الكبار يلا يا احبابنا يا صغار نعيد اول الكبار وكل من الله يطيب فلا يطيب فلا مشاهدنا راح ننتقل معاكم إلى مركز أسعاف منطقة العاصمة الصحية التابع طبعا لمستشفى الإدارة العامة للطوارئ الطبية وراح يكون حديثنا إن شاء الله مع الأستاذ عبدالله العطار مشرف مركز أسعاف الصباح ولكن طبعا احنا نصبح عليه بالخير أستاذ عبدالله ونقول عيدك مبارك وحياك الله معنا في برنامج صباح العيد صباحكم الله بالخير وكل عام وانتم بخير وصحة وسلامة وحب عايدكم وعايد سمو الأمير وولي العهد الأمين حياك الله أستاذ عبد الله وإحنا نقول بارك الله فيكم على الجهود الكبيرة اللي قاعدين تقومون فيها في كل الأوقات والمناسبات وفي كل عام ومع بداية كل مناسبة يتم وضع خطط واستراتيجيات خاصة بالمناسبات لضمان سلامة الجميع كلمنا عن خطتكم هالسنة وخاصة بفترة عيد الفطر السعيد صحيح احنا كل سنة وكل مناسبة تقريبا قاعد نحط خطط وجوزيات سيارات الإسعاف والفنيين خاصة بالمناسبات الرسمية من ناحية الخطط بالنسبة حق العيد الفطر السعيد نعم. راح تكون جميع السيارات ذاهبة من ناحية جميع معداتها الطبية والطاقم الفني ممتاز طبعا لا تكلمنا عن دور إدارة الطوارئ الطبية في هذه المناسبات ويمكن احنا قاعدين نشوف ان هناك يعني الكثير من الامور اللي قاعدين تقدمونها سواء للحوادث الطارئه ولا الغير طارئه ما شاء الله يعني انتم اداره الطوارئ الطبيه متواجدين على مدار الساعه لخدمه المرضى. صحيح احنا بالنسبه حق خدماتنا للحالات الطارئة أو غير الطارئة احنا قاعد نشتغل على مدار ال 24 ساعة خاصة من جميع أنواع البلاغات سواء كانت الحالات الطارئة من ناحية الحوادث السيارات الإصابات المرضى أو طلبات المنزلية الطارئة وبنفس الوقت عندنا الحالات الغير طارئة هي عملية النقل من المستشفى إلى مستشفى آخر ومن المستشفى إلى البيت وهذا كله قاعد نحاول كثر ما نقدر نتمم فيه بأقرب وأسرع وقت ممكن
ممتاز. أستاذ عبد الله، شنو هي أبرز الحوادث أو البلاغات اللي توصلكم خلال فترة العيد؟ ويعني إحنا نقول إدارة العمليات المركزية عندكم في إدارة الطوارئ الطبية يعني يقومون بدورهم على أكمل وجه من خلال تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين. صحيح، بالنسبة حق أعلى البلاغات اللي قاعد توصلنا هي حوادث السيارات والطلبات المنزلية، خاصة من ناحية المرضى اللي فيهم مرض السكري. نعم. تدري بعد العيد وبعد رمضان زي الناس صايمة ومرة واحدة يفتح بالوجبات فتلقى السكر ما شاء الله يرتفع. نعم. ويا السكر، فهذا أغلب البلاغات خاصة الأمراض السكرية أو حوادث السيارات. وانت كأحد يعني المشرفين والعاملين في إدارة الطوارئ الطبية، شلون ممكن نتجنب الوقوع في مثل هذه الحوادث وشلون نتداركها يعني خاصة بهذه الفترة؟ واحنا عارفين يعني انتم ما شاء الله انتم بعد قاعدين تقومون بدوركم على اكمل وجه خلال يعني تلبيتكم لنداء اي اتصال يردكم. والله أنا أتمنى من الجميع خاصة الانتباه في الطرق العامة، الركاد بالسياقة، الانتباه بالطريق، لأن حتى إحنا قاعد نلاحظ لو تلاحظ أخوي أحمد أن هم من أغلب الشباب أو أغلب الناس يكون لاهي بالتلفون ولا لاهي يعني ما يكون منتبه على الطريق ويسبب الحوادث. فنتمنى من الجميع الانتباه بالقيادة، هذا من ناحية الحوادث السيارات. أما من ناحية الأمراض الأخرى اللي هم مثل السكري أو الضغط، يحاول إنه يشيك على نفسه بين فترة وفترة. إن شاء الله. نعم، نقدر نقول أن أحد أهم واجباتكم هو ضمان سرعة وصولكم بعد استلام البلاغ إلى موقع الحدث، وإحنا نشوف ما شاء الله انتشاركم الواسع في ديارتنا الحبيبة الكويت. نتكلم عن تواجدكم في هذه المواقع ووصولكم بالسرعة الممكنة إلى هذه الأماكن، خاصة يعني الطرق السريعة والأحياء السكنية، قاعدين نشوف ما شاء الله وصولكم وضمان وصولكم إليها بالسرعة الممكنة. صحيح أخ أحمد، إحنا بالنسبة حق من أول ما يوصلنا البلاغ عندنا فترة زمنية لا تتجاوز 8 دقائق من استلام البلاغ إلى وصول موقع البلاغ. ممتاز. هني نتمنى من رواد الطرق من يسمعون صوت سفارة الإسعاف في ساحة الطريق والمجال حق سيارة الإسعاف لوصول الفنيين وسيارة الإسعاف إلى الموقع البلاغ بشكل سلس وبشكل سريع من دون اي حوادث تذكر. ممتاز. يمكن احنا سمعنا الكلام الكثير منك استاذ عبد الله، ونقول بارك الله فيكم على هذه الجهود اللي قاعدين تقدمونها. نبي نصيحه يعني تحب تقدمها لاخوانك اللي قاعدين يتابعونك حاليا من خلال طبعا الجهود الكبيره اللي قاعدين تقدمونها، وانت مشرف مركز اسعاف طبعا منطقة صباح، فنقول الله يعطيكم العافية على هذه الجهود اللي قاعدين تقدمونها. الله يعافيكم ويسلمكم. نصيحة أخيرة بس أحب أوجهها لإخوان اللي قاعد يسمعون اللي قاعد يشوفون بالتلفزيون، الركادة بالسياقة والسياقة أو القيادة هي فن وأخلاق وذوق، فأتمنى من الجميع الالتزام فيها، وبنفس الوقت حق رواد المجمعات او الاماكن المغلقه يفضل الالتزام بالاشتراطات الصحيه. ممتاز، كل شكر لك طبعا الاستاذ عبد الله العطار مركز مشرف مركز اسعاف الصباح على مشاركته معنا، ونقول لك العام وانت بالف خير وعساك من عواده. كل شكر لكم وكل القائمين طبعا على اداره الطوارئ الطبيه، بارك الله فيكم. ناخذ معاكم هذا الفاصل ونواصل معاكم ان شاء الله برنامج صباح العيد. Yeah.
زلنا مواصلين معاكم برنامجنا، برنامج صباح العيد في رابع أيام عيد الفطر المبارك. الحلويات من الأشياء التراثية اللي نحرص على صنعها وتناولها في جميع الأعياد والمناسبات، خاصة بعيد الفطر من عقب الصيام. وقبل حلول العيد في الكويت بأيام تبتدي معظم الأسر الكويتية تجهيز أنواع الحلويات اللي يتميز فيها المجتمع واللي يتم تقديمها كضيافة. خلونا نشوف هذا التقرير مع شهد وعهد عن الحلويات الكويتية، نتابع. عيد، واحنا اليوم موجودين في محل خاص للحلويات، نبي نجهز ونشتري حلويات للعيد. والحلويات من الاشياء التراثيه اللي تحرص العائله الكويتيه انها تكون موجوده في يوم العيد، خاصه اول يوم او ثاني يوم العيد حق الناس والزوار اللي راح يزورونهم. المحل اللي احنا موجودين فيه الحين موجود ومتروس بالحلويات الكويتيه القديمه طبعا، الغريبه والدرابيل أو حتى الزرابية وقص العقيلي طبعاً ما ننسى، لأن أنا أحبه وايد، ومن أهم مكوناته الزعفران والسمسم. خلونا نشوف شنو أكو بالمحل. يتسابق الكويتيون في العيد على شراء مختلف أنواع وأصناف الحلويات التقليدية المرتبطة بتراثهم وذكريات الماضي واللي يكون لها نكهتها في هذه الأيام. وفي المناسبات والأعياد تجتمع العائلة ويتذوقون ألذ أنواع الحلويات الشعبية التقليدية اللي يشتهر فيها المجتمع الكويتي. ومن أشهر الحلويات الكويتية اللي تتواجد في السفرة والزوارات قرص العقيلي، الدرابيل، العصيدة، لسان الثور والغريبة وغيرها من الحلويات الكويتية. وبشذي انتهى تقريرنا اليوم، خلونا نشوفكم في يوم ثاني مع تقرير جديد. كنت معاكم انا عهد الخميس ومعاكم شهد الخميس، وعيدكم مبارك. يا ربنا زيد النعم، يا ربنا زيد النعم، حسن جميع الحالة. أكيد أحمد، مثل ما تابعنا الحلويات من الأساسيات بالاحتفال بالعيد، ويمكن صحيح. إحنا بالبحرين مثل ما تعرفون مشهورين بالحلوى البحرينية أكيد، فهي من الأساسيات بأطباق العيد اللي تكون موجودة بأطباق العيد الحلوى البحرينية، ومن بعدها باقي الحلويات ما شاء الله. شوفي أنا بغيت أقول لك على شيء، فيمكن إحنا يعني في سمة مشتركة خاصة يعني بيننا وبين البحرين بتميزنا بالحلويات، يمكن الحلويات الكويتيه مقاربه للحلويات البحرينيه اللي انتم قاعدين تسوونها، يمكن عندكم مسميات مو بس الحلوى البحرينيه، الدرابيل عندكم. طبعا هذا عنصر مشترك بيننا وبينكم، الدرابيل شيء اساسي. طبعا طبعا احنا في لقائنا اليوم احنا بما اننا قاعد نتكلم عن المحافظه على التراث في دوله الكويت، ويمكن احنا رحنا على الحلويات ورحنا على المحافظه على التراث بشكل عام مو بس على الحلويات، يسرنا طبعا في برنامج صباح العيد ان تكون معنا الاستاذه خالده القلاف الباحثه في التراث، وراح يكون موضوعنا شيق ان شاء الله وجميل، راح نتعرف من خلاله مع ضيفتنا عن كيفيه المحافظه على تراثنا. نقول حياك الله استاذه خالده، واحنا سعداء بهذا اللقاء معك، وكل عام انت بالف خير. كل عام وانت بخير استاذه خالده، وحياك الله. واكيد يعني يعني ممكن من بوادر اهم الاهتمام بمجتمعاتنا بالتراث ان في اشياء مهما تطورنا تتم موجوده، يعني مهما كان عندنا حلويات وشغلات جديده وهبات، تبقى الاشياء الكلاسيكيه او اللي موجوده عندنا من الموروث حاضره وراسخه في بيوتنا. صح، يعطيكم العافيه وصباحكم خير. حياك الله، وكل عام وانتم بخير ان شاء الله. يعني استمتعت اليوم بلقائي معاكم ولقاء اهل الديره، ونعايد براعيها واهل الديره، وعيد نقول عيدكم مبارك. مثل ما قلت بالنسبة للحلويات، يعني ما شاء الله الديرة عامرة كانت من القديم إلى الحاضر،
حاليا ما شاء الله. وحريم الديره يعني من ذاك الوقت الى الحين يحبون ان يطورون بمطابخهم بهالحلويات هذه، لان هي اساس قعده القهوه. اي لما يعني يحطون دله القهوه يبون يمها الحلو، وانت الحين بالعيد بتيك الدله، فلما تيك الدله تبي تطالع شنو نحب. قديما كان ينزل التمر، هذا اول شيء كان ينزل التمر بالعيد، بعدين تطور التمر الى التمريه، بعدين الى المعمول، وهكذا. وما ننسى طبعا الدرابيل والرهش. جميل. نعم. يمكن استاذة خالد احنا لاحظنا بالاعمال الدراميه، خلينا الحين نروح على منحى اخر. إيه. الاعمال الدراميه يمكن اللي شاهدناها، يعني تكلمت يمكن حتى في شاركني الراي هذا في الموضوع، انه الكثير من الاعمال قدمت فتره الستينات، والله حتى بعد قبل الثلاثينات والاربعينات والستينات والسبعينات. في منا من لحق يمكن على هذه الفترات، في قاعد يطالع ان الملابس تتغير، الاكل، الديكور، الاكسسوارات اللي كانوا يستخدمونها. ففي منهم يقول لا هذه الشغله ما كانت موجوده هنا، لا هذه الشغله كانت موجوده هنا. صحيح. بس ردوا الى هذه الحقبه وبينوا هذه الاكسسوارات وبينوا هذه الملابس وبينوا جماليه هذا الزمن. ايش رايك بهالموضوع؟ يعني شوف، احنا نحاول كباحثين بالتراث ان احنا نحافظ على التراث هذا. حلو. وليش نحافظ عليه؟ علشان الجيل الحاضر وكان القديم او الجاي انهم يعرفون شنو كان عندنا قبل وشنو القديم وشنو الحلو. احنا لما نقول عن السوالف القديمه استاذ فهد، يعني شيء عاشقينه، يعني شيء احنا نحبه، يعني شيء انا امشي فيه، يعني اتحرك فيه. يعني مثلا الحين انا قعدت اليوم او في القعدات اي واحد يعني امشي فيها يكون معي يا ثوب يا يكون معي البشت. طبعا البشت الحين اللي انا لابسته هذا متطور. يعني كنا صحيح. احنا كله على الثوب الكويتي. طبعا ودشها مثلا اذا تمشي على الازياء، كان قبل الدشداشه، يعني لصبي بالفريج دشداشه، الحين لا، لصبي يمشي لك بالبنطلون البلوزه من صغير. لما نتين عاد بالعيد تبي تلبسين الدشداشه صعب عليك. صح، تصير ورطه عشان شي حبي تسوي هذا العقال والقطره الثابته اللي حق الثابته، لان هو ما يبيها، فانت يعني تخلينها على راسه بسرعه يعني عشان ما تتحرك، لان هو ما يبيها. على حسب التعود. يعني انت عودتي يمشون معك. انا مثل جيل اهلي وناسي وحبايبي، خلاص اذا صار عندنا مثل فتره رمضان، صار عندنا مناسبه القريش قبل رمضان او القرقيعان او العشر الاواخر الاحتفالات او شيء كذي، على طول يعني احنا كلنا ننزل بالدراري وبالثوابه، يعني نستمتع بالشيء القديم. بس حاليا اللي محافظ يكون يعني حلو. يعني لما تنزلين مكان وتشوفين وحده لابسه الثوب، الحفاظ على التاريخ هذا وايد حلو. أي. جميل. جميل جميل جدا. يعني طبعا زميلي احمد تكلم قبل شوي عن الدراما، وان كثير من المسلسلات والناس يحبونها تتكلم عن حقب زمنيه قديمه. أي. انا بالنسبه حقي شاركت اعمال من هالنوعيه خلتني اعيش زمن انا ما عشته للامانه. فلما اي احد كبير بالعمر يكلمني عن تفاصيل احس انها قريبه مني، مع اني انا ما عاصرتها، لكن بحكم ان انا اشتغلت فيها او حتى تابعتها من خلال التلفزيون فاحسها قريبه مني. هل تعتقدين ان فعلا هذه الاعمال الدراميه التراثيه قاعده تخلي مجتمعاتنا اللي عاصروا او حتى الاجيال الجديده يحسون انهم اقرب حق الماضي، اقرب حق تفاصيله، حق مفرداته؟ كلامك صحيح سفي. انت لاحظي المسلسلات او الدراما هذه القديمه، يعني ما شاء الله فيها تفاصيل دقيقه حلوه، وسنويا يعطيك اكثر. يعني بالنسبه للممثل او المخرج يعني يزيد من التشيله، من تشيله يعني الديكور التراثي القديم، فتستمتعين. يعني لما تدشين على مسلسل وفي كذي شغلات، يعني انت تطالع من غير ما تاخذ المحتوى، انت تطالع هو شنو حاط، شنو مسوي، شغلات قديمه الله من زمان انا مو شايفها،
فهم محافظين عليها وما زالوا مستمرين على أن يدشون بالدراما الكويتية القديمة ويحافظون عليها. أي ممتاز. يمكن أستاذة خالدة بين فترة وفترة أنا قاعد أشوف أن في بعض الجمعيات النفع العام اللي تحافظ على التراث الكويتي خلينا نقول الشعبي بجميع فئاته قاعدين نشوف أنه قاعدين يعني يغرسون هذه الشغلات في أبنائنا ويردون يقولوا لهم عن الكلمات عن الملابس عن الحياة اللي كانت في هذه الحقب الزمنية المختلفة فيبينون لهم ويردون لهم يعني من ناحية الثوب من ناحية الدشاشة من ناحية الملابس. برأيك أنت هذه الأمور يعني بين فترة وفترة لازم تكون موجودة على أساس أنه والله ننمي هذه الشغلات والرد نقول حق عيالنا أنه والله بالسابق كان يتم استخدام مثل هذه الأمور. والله كلامك صحيح وبهالكلام هذا نرجع حق الأولين وأمهاتنا وأباء يعني وأبائنا والكبار الحين الله يحفظهم لأن إحنا مهما كبرنا إحنا بحاجة لهم صح. لأن هم عندهم يعني كم هائل من المعلومات مجرد ما تقعد وياهم أنت تأخذ الكلمة اللي أنت ناسيها يذكرك فيها أي. فإحنا عشان لا تنمسح وتندثر صحيح عشان ما تنمسح أي. يعني تأتي لك الشغلة مثلاً يعني مثلاً تقول الملاس يجيني ولدي يقول شنو الملاس على طاري موضوع الملاس أستاذة خالدة هل هناك فعلاً في كلمات كانت متداولة بشكل كبير بالمجتمع الكويتي وتحسينها بدأت تختفي تدريجياً شنو أبرز هذه المصطلحات أو المفردات اللي ودك انها ما تختفي ودك انها تتم تكون موجوده يلا نمشي على كلمتك فالحين اقول لك الحين لما نيك العيد العيال مو عيونهم مثلا المسج اذا بنمشي بالحاضر حالي لما يجي المسج يقول له عساك من عواده اتين تلاقينا يجيلك مع انه هو يعني اسم الله كبير وجامعي ومخلص او ما شنو ارد على عساكم من عواده يعني عساك من العايدين والفايزين اي يعني فانت تذكر لان هالشغله هذه بالسنه مثلا مره او مرتين فهو لازم يركز فيها حتى عيالنا الصغار اذا ما اعطيناهم الكلمه الحين وهو راح يستغرب عليها بعدين صح. يعني كل ما نمينا الكلمات القديمه والحلوه يعني يكبر فيها الصغير وهو مستمتع فيها مثل ما احنا كبرنا يعني انا ليش مستمتع بالكلمات او بالاكل او الشغلات هذه القديمه لاني تربيت عليها تربينا عليها الحين أخوي تدري يعني عيالنا كله بغرفة الكمبيوتر أي. إنزين الدراسة صارت الحين من بعد الجائحة مالتنا سنتين يعني إحنا بعد ما قمنا نشوفهم في هالسنتين نسى وايد من الكلمات صح. وايد نسى فأنت لازم تذكر كل ما ذكرت ووصلت اللي أنت تبيه اللي هو عشق الكلمة الكويتية القديمة. ممتاز. يمكن إحنا قبل لا نختم لقائنا معاك أستاذة خالدة وإحنا ما شاء الله قاعدين نسمع يعني هذا الحديث الشيق وعن يعني خلينا نقول غرس هذه الشغلات الجميلة في أبنائنا وخلينا نقول استرجاع الأمور القديمة الحلوة وإن لا تنسينا التكنولوجيا وهالتطور اللي قاعدين نشوفه. صحيح. أبي تجهيزات قبل حق العيد يمكن إحنا قبل لا نختم لقائنا بس أنا بغيت أقول عن تجهيزات العيد. قبل والحين صار في فرق شويه ولا للحين موجود الشغل طبعا بالمواد يعني مثلا يعني قبل كان سمنه الحين الزبده يعني قبل الطحين الحين يعني في شغلات اللي يبي دايت واللي ما يعني ينزلونها قبل كانت عندنا التمريه يعني هذا شيء مهم وتجهيز البيت شلون يعني تجهيز البيت بالنظافة وكذي لا يعني شنت من قبل رمضان يجهزون البيت عندك ويعدلون يعني شلون الضيف اللي بدش عليك كذي رمضان داش عليك ليش من بعد رمضان بدش عليك الضيوف يعني الجيران بدش عليك الأهل والكبار والصغار وعيال الفريج في كانوا يعطونهم حتى بدخلة رمضان كانوا يعطونهم العيدية وكل موسم لا تجهيز خاص يعني برمضان لا تجهيز وحتى بعد بالعيد لا تجهيز وحتى قبل العيد هم تلاقي المرة يعني انفضت المطبخ نفضة حتى تنادي حريم الفرج وياها لأن هي اشتغلت وايد بدق الهريس وتعبت وايد وجدر اللي يريش فأعتقد النفضة هذه كلها علشان العيد وتجهيزات العيد يعني عدل. مثل ما تقول والدرابيل والرهش هذا قديما
اي وصب القفشه. الحين دشت علينا الكيكات والكعك ومن السوالف هذه. صحيح. في مثل يقول اللي ما له اول ما له تالي، واحنا احنا من المهم جدا نتمسك بجذورنا واساسنا واصولنا وعاداتنا وتقاليدنا ومفرداتنا وكل تفاصيلنا الجميله. كل الشكر للاستاذه خالده القلاف الباحثه في التراث الكويتي على تنويرها لنا اليوم بالاستديو. شكرا لك وعلى كل هذه الكلمات الطيبه اللي قلتيها والتذكير بامور جميله جدا من ماضينا ومن تراثنا. فاصل ومن عقبه نواصل. جانا 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 العيد. بنيتنا يرقصون صبينا يلعبون وبنيتنا يرقصون كل ما جو يطلبون نعطيهم ما يشتهون. العيد يا محلى ايامه يا مرحبا بهالعيد يا محلى ايامه عسى علينا يعيد ونحمي العلامه. من خلال برنامج صباح العيد كان من المهم جدا أن نسلط الضوء ونستذكر أمور كثيرة من التراث ومن الماضي الجميل وأن نكون عايشينها دائما. فقبل شوي تكلمنا عن التراث ونرجع عايشين بهذا العالم الجميل واللي أسسنا إحنا وأسس مجتمعاتنا. ونرجع لكم الآن مع فقرة التراث واللي من خلالها نتعرف شلون كانوا أهلنا في الماضي يستقبلون عيد الفطر السعيد، وهم راح نتعرف على فرحتهم شلون كانوا يعبرون عنها من خلال عاداتهم الطيبة. خلونا نشوف معاكم العم صالح مذن وسوالفه الشيقة عن عادات وتقاليد أهل الكويت في العيد. يلا يا حبابنا يا صغار نعيد. اليوم رابع يوم العيد، نشوف الناس للحين مكشختهم هاللبس الحلو. عقب رابع يوم اليهال بعد هالدشداشة يقطها خلاص يخشها. كان عيد إذا حين حنا بعيد الفطر ورانا عيد الأضحى، يخليها حق عيد الأضحى خاصة إذا ما تغير الوقت كله بصيف ولا كله بشتاء. وشوفهم لبسهم واحد العيال، يمكن ويا أبوهم طاقة واحدة فصلها عليهم كلهم، خياط بسيط، هالغولة هالدشداشة المحززة فيها جبسات، شيء وسيع وراهي. ما يسوون لهم مثل الحين مخصرة وغيره، وهذا لا، هذا حسب حساب. حتى أخوه يلبسها عقبه، الأبو نفس الشيء. تلقى أول يوم العيد يصبح دشداشته مكسرة، فنيلته، يوتية ودلاقة، كلهم حدر فراشه. كل ساعة يبطل ويطالع. شروا له مصباح كاشخ فيه، ولا هالقطرة، وهو صغير ملبسينه قطرة، ولا قحفية. واخترهم أول على حسب الجو،
صار الشتاء لبس الشال، بعدين طلع الشماق والعقال ولا القطرة هذه الكلكتة المبكرة هذه أم هدب هالقطر اللي طلعت كثيرة يبونها قبل كانوا من الهند يلبسونها على القحفية والعقال بسيط بس لكن حلوين ما شاء الله كشخة يحرصون أول حق العيد يكشخون غير كشخة العيد تعايشين من ريحة اللي فيهم وهم رايحين المسايد أول حريصين يخصصون جزء من المال حق الروائح الحلوة هذه من البخور من طيب ومن رشوش يرشون البيت البيت شوف هذا منظفينه مطلعين كل شيء برا من الدور حاطين لهم بعد شوف هالحريم ما شاء الله كاشخين هالعبات النظيفة هالدراعة النفنوف حريم الكبار لبسهم غير تلبس هالملفع هالثوب ريحتها ما شاء الله هالمشموم هالخنة بالبيت يقبلون عليها عيالها يحبونها يسمون عليها إلا ما شاء الله ريحتها البيت كله ما شاء الله ريحته حلوة حريصين على هالشيء إنه يطيبون تعجب البنات وصغار نفس الشيء فانيفهم يلبسونهم من هالذهبان والمرأة العودة تلبس بعد هالمضاعد هالخواتم هال ما خشوا شيء عن العيد ولهم أيام بالعيد إنه يوم عندها العم يتقدون يوم عندها العم بس من يصير المغرب خلاص قفلوا تنتهي كل الزيارات وكل شيء يقعدون ببيوتهم تعال شوف الأهال عاد بلعابهم يلعبون اللي شروها من البسطات هذه اللي عند الدكاكين ولا بالأسواق ولا شروها الحلويات يابوها وياهم البيت هذه كلها ما يشوفونها إلا بالعيد أول يبين على وجههم زهوة العيد وفرحة العيد الحين ما شاء الله كل يوم يشوف العيد سواء باللبس سواء بالفلوس سواء بالألعاب عند ألعاب تارسة البيت أول يأخذ له حاجة البنية تأخذ كرجية اللي هي اللعبة الصورة هذه والصبي أول ما طاحوا مسدسات وهذا حتى ألعاب النارية أول سهلة ما عندهم اللي كذي ويحرصون بهدومه وملابسه إنه ما يوسخهم إنه يخليهم حق باكر وعقب باكر واللي عقبه من ينتهي العيد خلاص كل من راح حق أعماله صبيان كانوا مدارس وهذول كان أعمال يا ربنا زيد النعم يا ربنا زيد النعم العيد هل هلالة في بعض الأوقات ندخل إلى دائرة مغلقة من السباق لتحقيق أهدافنا في الحياة راح نتعرف أكثر على تفاصيل الموضوع مع ضيفتنا اليوم الدكتورة غادة الدويلة رئيسة قناة أنت متميز في صباح العيد يا ربنا زيد النعم يا ربنا زيد النعم طبعا احنا ما زلنا متواصلين معاكم في برنامج صباح العيد ووصلنا معاكم مشاهدينا الى فقره الطاقات الشبابيه والمواهب عندنا بديرتنا الحبيبه الكويت. وايضا احمد استغلال وقت الشباب بالاعياد والعطل الرسميه بالهوايات اللي ترجع لهم بفائده واللي تضيف لهم بحياتهم. بالفعل وكل هذه المواضيع راح نتعرف عليها مع ضيفتنا الدكتوره غاده الدويله الناشطه المجتمعيه وحديثنا راح يكون عن دعم الطاقات الشبابيه والمواهب الفنيه واستغلال وقت الشباب في العيد والعطل الرسمية بالهوايات المفيدة لهم نقول عيدك مبارك وحياك الله معنا في برنامج صباح العيد عساكم العايدين والفايزين
ويسعدني اليوم اني تشرفت بحضور معاكم بالرابع يوم العيد في تلفزيون الكويت، وهذا طبعا ما شاء الله عليكم من السباقين، انتم اللي تحبون الدعم الطاقات الشبابي، مو بس انا، هذا انتم بعد. هذا باستضافتي اليوم او بوجودي اليوم معاكم دعم منكم، يعني جزاكم الله خير. حياك الله. وكم كل عام وانتم بخير. وانتي بخير حبيبتي. بالبدايه دكتوره، حابين نتكلم عن دعم الطاقات الشبابيه والمواهب الفنيه واستغلال وقتهم بالعيد بهوايات مفيده لهم. هل في تم وضع برنامج خاص بايام العيد؟ اي والله، مسوين اليوم فعاليه ومسوينها حق كبار السن وذو الاحتياجات الخاصه وكبار السن الاطفال، اطفال الحديقه او الاطفال يعني اللي احنا داعينهم، بنوزع عليهم عداية عيادي ونسوي لهم مسابقات حلوة، حاطين لهم دي جي، حاطين لهم ضيافة، يعني كل أشياء الحلوة مقدمينهم بنقدمها اليوم لهم. من الفئات اللي راح يكونون موجودين في هذه الفعالية؟ الأطفال، احنا مركزين أكثر شيء الأطفال كبار السن ذو الاحتياجات الخاصة. ممتاز. يمكن بالعيد الوطني انتم ما شاء الله يعني قاعدين تقومون يعني هذه المناسبات وهذه الفعاليات بالاعياد، يعني قاعدين تركزون على مو بالاعياد بس، احنا على طول نسويها حق الاسر على اساس ان نجذب العوائل اطفالهم، نعلمهم اشياء يستفيدون منها، ندعمهم. حلو. اي ندعمهم معنويا اعلاميا. عندنا بعد الطاقات الشبابيه حق الكبار اللي مثل ما انتم ذكرتوها المواهب، وفي بعضهم مواهبهم بالاعلام، يحبون الاعلام. حلو. فانا اخذهم تحت مظله قناه انت متميز اللي انا مسويتهم، عندي تدريب لمده سنه وبعدين على ما تجيهم عروض حلوه. اه تمام. وما شاء الله عليهم يعني ينطلقون، وفي ناس لا تحب تستبر في قناه انت متميز، مثل ما شاء الله على الاعلام المبدع عبد الكريم الشمري وحسين. إيه. حسين ومريم بعد وايد يعني من جميل. جميل جدا دكتوره. وايضا يمكن انت اول ما تكلمتي الحين ذكرتي ان عندكم فعاليه حق كبار السن. من خلال تجربتك الى اي مدى تحسين ان كبار السن ياثر عليهم من ناحيه نفسيه؟ أوه. ان يتم تنظيم هاي الفعاليات. عن نفسي يعني لما اروح لهم انا يمكن حتى في عن نفسي صراحه يعني انا استمتع لما اكون مع كبار السن، يعني خاصه في دار المسنين لما نروح لهم هناك وتلقين الضوء عليهم وتسولفين معاهم ويستانسون وايد. ما بالكم انتم يعني انتم ما شاء الله تخلونهم ينخرطون مع المجتمع وتقعدون معاهم ويستانسون يعني في هذه اللحظات الجميله. ومو بس ان انت بعد مثل ما قلتي انه مقتصره على الاعياد، يعني يمكن على فترات. انا والله الكبار السن مثل ما قلت كنت احب اتواصل معاهم، بس في فتره كورونا شوي عشان نخاف عليهم فاضطرينا ان احنا شوي نبعد، فالحين احنا قمنا نسوي خارجي مو عندهم. الاول كان كله عندهم، فطلبنا شلون يشوفون مثل هذه الاستقبالات وشلون يشوفون تفاعلكم معهم؟ والله يستانسون وايد 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 يستانسون، يعني لما نسوي لهم اكثر شيء كبار السن، يعني اكثر من الاطفال. الاطفال شوي فيهم كسل، ما لهم خلق يحضرون فعاليات، ما ادري ليش يعني، ويقولون لا ساعات عندهم دراسه ينامون مبكر، فنروح اكثر شيء حق كبار السن وذو الاحتياجات الخاصه، تركيزنا يكون اكثر شيء عليهم. انزين اعطيني شلون شو رده فعلهم لما انت تشوفينهم كذي ولا يتفاعلون معاكم؟ قولي. وايد وايد يعني الفرحه ما اقول لك شلون طالعه من القلب، بين اسرتهم بين حبايبهم، يستانسون لمن احد يجيهم، فيعني هذا يعتبر مو يعني رفع معنويتهم. ممتاز. انت تدري انهم يعني هذول يعني الخير والبركه، يبي لهم يعني تركيز وانه يخرطون مع المجتمع اكثر واكثر، يمكن يعني دائما يشوفون مثل هذا. لو نعزمهم مو شرط ان احنا نروح لهم، احنا لما نروح ساعات نسوي في المقاهي الشعبيه، احنا انا اوجه لهم رساله، وحتى اليوم انا موجهت لهم رساله حياهم الله في اليوم هذا، اليوم ان شاء الله على الساعه 7 في المقهى الشعبي الفروانيه اللي هو في منطقه العرضيه، على الساعه 7 يتفضلون حياهم الله يشاركونه، وهم على طول ترى يشاركون معي. يعني دكتوره، من الفئات اللي راح يكونوا موجودين ان شاء الله في هذه الاحتفاليه في هذه الفعاليه؟ احنا الاطفال يعني ما بنقول الايتام، يعني مو بس الايتام، ذوي الاحتياجات الخاصه وكبار السن. بارك الله فيك.
وشكرا على حضورك اليوم معنا في برنامج صباح العيد. كل الشكر لك الدكتورة طبعا غادة الدويلة على قبولها دعوتنا اليوم والمشاركة معنا في برنامج صباح العيد. شكرا لك. يا هلا فيك. طبعا اليوم وبرابع ايام عيد الفطر سعيد، حبينا نعايد على زملائنا بالاذاعه واللي لهم دور كبير ببرامج العيد وجهد كبير طيله ايام عيد الفطر المبارك، وهم ايضا من الجهات اللي تعمل على مدار الساعه في حين ان الناس تحتفل بالعيد. زملائنا بالاذاعه عيدهم انهم يتواجدون من اجل المستمعين ومن اجل الجمهور. نبقى معاكم ونتابع هذا التقرير ولنا عودة. يلا يا احبابنا يا صغار. العيد هالهلالة. تستمر البرامج الإذاعية حتى في فترة عيد الفطر، واليوم كاميرا صباح العيد زارت الإذاعة علشان تشوفون هذا التقرير. كل عام وانتم بخير، خلكم معانا من الساعة 1 الظهر لتنتين ونص في برنامج سوالف العيد على محطة صوت الشباب 93.9. عيدكم مبارك وحياكم الله. أكيد وين ما كنتوا تشوفون سوالف العيد انتوا تسمعونا أكيد على صوت الشباب الـ OFM. احنا من خلال هذا البرنامج قاعد نسلط الضوء على كل الفعاليات اللي قاعد تتم بالكويت. أنا وزميلتي نورة يعني قاعد نحاول خلال الساعتين هذه اللي قاعد يسمعونا بالسيارة مخططين حق طلعة العيد، وهم رايحين مشاويرهم المختلفة يتعرفون على كل التفاصيل مع ضيوفنا. ايضا المميز في سوالف العيد هذه السنه كان معانا مجموعه من الفنانين اللي شاركونا من الطرب من اهل الفن اللي كان عندهم اعمال خلال شهر رمضان. تعرفنا على تفاصيلهم في العيد قبل عيد شلون كان العيد اليوم، بس احنا مركزين شوي ومتحيزين للشباب لان في صوت الشباب الاو اف ام. اقول لكم كل عام وانتم بخير وعيدكم مبارك. السلام عليكم وعيدكم مبارك. إن شاء الله اليوم راح أكون ضيفة ببرنامج صوت الشباب، راح أتكلم عن أعمالي وعن مسرحيتي بالعيد. السلام عليكم، حياكم الله، أخوكم سعود محمد مخرج برنامج فوزنا، برنامج مسابقات كان مستمر من رمضان وإحنا الحين بالعيد. برنامج مسابقات نوزع جوائز نقدية، برنامج إذاعي على إذاعة البرنامج العام. حياكم الله. حياكم الله في استديو البرنامج العام من دولة الكويت، وإحنا في برنامج فوزنا. طبعا هذا البرنامج كان مستمر من أول يوم رمضان، كنا نتنقل فيه في إذاعة خارجية في مراكز سلطان. انتقلنا من الجهرة، رحنا إلى سوق شرق، وبعدها البوليفارد، وبعدها شارع سالم المبارك، ورجعنا آخر يوم في سوق شرق. وقرروا المسؤولين مشكورين أنه يستمر هذا البرنامج وهو برنامج المسابقات بس في فترة العيد، يكون من داخل الاستديو البث وعن طريق اتصالات. والحمد لله يعني برنامج حلو جميل، أقدم أنا وزميلي محمد مزيد. صارت لنا وايد مواقف حلوة، وايد مشاركات حلوة من الجمهور خاصة في الأماكن الخارجية، والآن في الإذاعة الداخلية. طبعا في استديو البرنامج العام اختلف الوضع شوية لأنه صار في اتصالات. بداية نشكر تغطيتكم من داخل استديوهات إذاعة دولة الكويت في هذه التنقلات التلفزيونية داخل مبنى الإذاعة، وطبعا موجودين طوال العيد المبارك عيد الفطر السعيد. غطينا العديد من البرامج، منها المسابقات ومنها أيضا التراثية اللي تتكلم عن موروث الكويت. وأكيد في برنامج فوزنا كان لنا لقاءات متعددة مع الجمهور الكريم، كان لنا تغطيات خارجية خارج مبنى الإذاعة، وإحنا بدينا مع العيد مع اليوم الأول كنا في داخل هذا الاستديو في اتصالات هاتفية مع الجمهور الكريم، وفاز معنا العديد في الجوائز المالية الكاش المقدمة من قطاع الإذاعة. طبعا قدمت البرنامج مع الزميلة العزيزة فاطمة الطباخ، وكان لنا أيضا كلام وحديث وحوار مع المتصلين جميل عن حياتهم في العيد وعن أمورهم اللي قدموها خلال عيد الفطر السعيد. شكرا لكم على وجودكم اليوم معنا، وسعداء في إظهار الصورة الحقيقية للإذاعة والعاملين بالإذاعة من خلال هذه التغطية التلفزيونية، فشكرا لكم. ربنا زيد النعم حسن جميع الحالة. العيد هالهلالة. أكبر العيد يا عيد الغرب،
مشاهدينا ما زلنا متواصلين معكم في برنامج صباح العيد، وشفنا مع بعض يمكن هناك الكثير من التقارير تكلمت عن التراث الشعبي الكويتي من الملابس إلى الحلويات طبعا الكويتية بالعيد. خلونا نشوف معكم الحين تقرير عن الحلويات المصرية طبعا في عيد الفطر السعيد اللي عندنا موجودة في ديرتنا الحبيبة الكويت. خلونا مع هذا التقرير. ربنا زيد النعم يا ربنا زيد النعم العيد هالهلالة من الأشياء اللي تميز فيها المجتمع الكويتي الجمعة والزوارة بين الأهل والجيران بالمناسبات وخاصة بالأعياد. في تقريرنا الجاي راح نتعرف على تفاصيل جميلة تميزوا فيها أهل الكويت خلال فترة العيد واللي راح تعرفنا عنها الأستاذة مريم الرويح. نتابع مع بعض هذا التقرير. صباح الخير، صباحكم عيد، كل عام وانتم بخير وعيدكم مبارك. اليوم احنا متواجدين في انتيكات الكندرين مثل ما انتم شايفين اللوكيشن وايد حلو جميل، وعندنا لقاء مع الاستاذه مريم الرويح. تابعونا. أستاذة مريم، كلمينا عن الألعاب القديمة قبل. بالنسبة حق أول ألعاب أول يعني كان كل فريج يما براحة تشوفين في استعداد قبلها. عندهم ألعاب متعددة. إنزين في عندك القليلبة، في عندك أم الحصن، في عندك العربانة مكرمة اللي يرها الحصان. غير كذي عندك البيارق. حاطين البيارق وعندك الفرق الشعبية، عرضة بحرية، عرضة شعبية، يعني كان الكل مستعد. كلمينا عن الحنة، حنة البنات قبل. أول يعني تشوفين يعني مثلا إذا عندهم مثلا مناسبة أو شيء من بالليل يحنونهم، خاصة لما يكون البنات صغار يحنون هالقصعة. أنزين فكانت مثلا إذا صغيرة وبتبات يربطونها أي خرجة نفنوف قديم ولا شيء شقوا وربطوا إيدينها، وهذه بالنسبة زينتهم. وتشوفين اللي تحني شعرها واللي
تحط لها مثلا الزيت، كانت في فرحه في استعداد. شنو استعدادات الناس بالعيد في الايام القديمه قبل؟ بالنسبه حق اول كان تشوفين الخترشه في كل بيت، الاستعدادات سواء يعني مثلا اذا التجهيز حق الحلويات حق الناس اذا بتي، او التجهيز حق البنات، العيال، ملابس، كل هذا تشوفين قبلها باسبوع. انزين ليله العيد يختلف، مثلا انا الصبح بيوني ناس الاستعداد الحلويات، في بعضهم يسوونها عندهم في البيت، مثلا قرص العقيلي، مثلا من تدخلين البيت تشمين ريحه الهيل. صلاة العيد الريايل يخلصون يجون البيت، عندهم الاستقبال، أي أحد من جماعتهم أو أهاليهم يجون عايدون عليهم، فتشوفين الاستعداد في البيت، تشوفين لا إله إلا الله تشمين ريحة العيد بالريحة الهيل، تشوفين استعدادهم بالحلويات، الشغلات اللي نسويها مثلا في البيت، مثلا القرص العقيلي، وفي شغلات اللي يودون شنو معينهم بالليل. أنزين مثلا المكان الحلويات، مثلا في حلويات مشهورة من أول. وشلون على ملابس البنات والشباب الصغار بأول يوم العيد؟ شنو استعدادهم بالنسبة حق الملابس؟ بالنسبة حق البنات طبعاً حتى الأولاد، يعني هم ما كان عندهم يعني مثل الحين زمننا الحين الرفاهية اللي كل يوم وثاني بالسوق يشترون، فتشوفين الأم من عقب القرقعان تبدي تخيط لها، يكون اللبس زاهي. شلون زاهي؟ في ألوان، ويكون ترى شوفي هذا نفنوفج حق العيد، عاد يعني تشوف الفرحه، يعني هي تنتظر هذا النفنوف من وقت لوقت، عرفتي؟ والشباب نفس الشيء، يعني الابو يخيط له دشداشه، هذه دشداشه العيد. كلمينا عن العيديه قبل. بالنسبه حق العيديه قبل تختلف عن الحين، يعني اول كان يعطونا انا ولا شيء، وكان يعني العزيز اللي عند العائله مثلا وحيد العائله مثلا ولا البكر من العيال يعطونا ربيه، هذه الربيه يعني كانت شيء، يعني حتى هو يعني التشيحط فيها قدام ربعه، عرفتي؟ فيعني كان هذا الشيء بالنسبه له، يعني انا وياهله معطينا ربيه، فيعني الارض مو شايلته. شكرا ما قصرتي على اللقاء الجميل. حبيبتي حياكم الله، وسعيده باستضافتكم لي، وحياكم الله. وما بين الماضي والحاضر نتمنى انكم استفدتوا من تقريرنا اليوم عن العيد. وبشذي وصلنا حق نهاية تقريرنا، نشوفكم على خير بالحلقات الجاية. كنت معاكم أنا عهد الخميس، ومعاكم شهد الخميس، وعيدكم مبارك. يا ربنا زيد النعم، يا ربنا زيد النعم، حسن جميع الحالة. مشاهدينا، مع هذا التقرير نكون وصلنا معاكم إلى نهاية حلقات برنامج صباح العيد. في اليوم هو رابع أيام عيد الفطر المبارك وآخر حلقات برنامجنا. نتمنى نكون قدرنا من خلالها نقدم لكم مجموعة من التقارير واللقاءات اللي تكونون استمتعتوا فيها واستفدتوا منها. كل الشكر لكم على المتابعة، ونتمنى نكون قدرنا نبرز لكم أهم وأجمل مظاهر العيد في الماضي والحاضر من خلال تسليط الضوء على عاداتنا وتقاليدنا في عيد الفطر السعيد الماضي والحاضر. نقول لكم كل عام وانتم بألف خير، وعساكم تعودون كل سنة إن شاء الله. وطبعا نشكر كل القائمين على برنامج صباح العيد والبرامج اللي قدمت من قبل تلفزيون دولة الكويت، وهناك يعني العديد من البرامج قدمت طوال أيام عيد الفطر السعيد. نتمنى لكم طبعا أيام سعيدة إن شاء الله، وتعودون على خير وسعادة، والله يعطيك العافيه زميلتي فيو، يعني بارك الله فيك على هذا التقديم المميز في برنامج صباح العيد، وبارك الله فيك. شكرا لك زميل احمد ماتقي، شكرا لطاقم برنامج صباح العيد، سعيد جدا بهذه التجربه من خلال تلفزيون الكويت. اشكركم جميعا، واقول لكل من يتابعنا كل عام وانتم بخير، ونلتقيكم على خير. مع السلامه. مع السلامه.